تأتي تغير المناخي، وذلك من خلال الإعلان على عدد من المبادرات والالتزام ببذل جهود كبيرة على الصعيد الوطني والدولي فيما يتعلق بالانبعاثات والحد منها، وخطة ومساهمات الولايات المتحدة في جهود التكيف والتخفيف. أود أن أشكر فخامة الرئيس بايدن وحكومته على دعمه لجهود التعاون مع مصر. هذا سيكون موضوع اجتماعنا. فخامة الرئيس السيسي قال في كلمته أمام القمة في 7 نوفمبر بأنه يؤكد على أهمية التعاون بين الشمال والجنوب وأهمية النهج البعيد عن المواجهة، وذلك مركزا على الحاجة للدعم الدول النامية في جهودها نحو التكيف. وكما تعرفون جميعا وكما شاهدنا في كثير من التقارير العلمية وآخرها تقرير الثاني للهيئة الحكومية الدولية للتغير المناخي وتقرير التكيف العالمي، فإن شاهدنا بأن العالم يواجه معضلة تتطلب تسريعا للجهود. هذه الدورة تعقد في أفريقيا. هناك توقعات كبيرة بأن هذه الدورة سوف تؤدي إلى تحقيق تقدم كبير واعتماد تدابير قابلة للتنفيذ بشأن قضايا ذات الأولوية في أفريقيا وفي الدول النامية الآخرة، وبما في ذلك جهود التكيف والقدرة على المقاومة. أفريقيا كما تعرفون تساهم بأقل من 4% من انبعاثات الدفيئة العالمية، ولكنها من بين المناطق الأكثر تأثرا وفق تقرير الهيئة الحكومية الدولية. والتحدي الكبير الذي تواجهه الدول الأفريقية هو الحصول على خطة تمويل قابلة للتنفيذ من أجل القيام بجهودها، لأن تعزيز القدرة على الصمود أمر ضروري. قبل أيام عدة قمنا بإطلاق برنامج عملي شرم الشيخ للتكيف، ويشمل هذا البرنامج مجموعة من الأهداف وصلت إلى 30 لتطبيقها بحلول 2030. هذه الأهداف نحتاج إليها للحد من هوة التكيف وتمويل الجهود التي تساعد أكثر من 4 مليارات نسمة على مواجهة آثار التغير المناخي، وذلك من خلال دعم البنية التحتية والموائل البشرية وغير ذلك. هناك أيضا مكون يركز على النتائج والأهداف الخاصة بأفريقيا. يسعدنا أن هذه المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس سيسي في اجتماع باريس وفي دورة مؤتمر الأطراف في باريس والتي تستمر الآن في هذه الدورة، وطبعا سيكون هناك صفقة من أو حزمة من الاتفاقات سيتم الإعلان عنها. هذا البرنامج سيساهم بشكل كبير في تعزيز الجهود العالمية في ميدان التكيف والقدرة على الصمود بصفتها أولوية كبيرة للدول النامية. إن مصر بصفتها رئيسة لهذه الدورة وبصفتها دولة إفريقية تدرك تماما تحديات التكيف التي تواجهها قارتنا، ويسعدنا أننا تمكنا من التعاون مع الولايات المتحدة على مدى السنة الماضية لوضع حزمة من الدعم لأفريقيا من أجل مساعدة هذه القارة على تنفيذ برامج التكيف والتخفيف. إن مصر والولايات المتحدة تؤمنان بأن هذا الدعم يجب أن يكون مبتكرا ويؤدي إلى تحول حقيقي ولن يؤدي إلى زيادة عبء المديونية وتأكيد على القروض الميسرة. ونحن ندرك التحديات التي تواجهها القدرات في أفريقيا والتي تمثل عقبة أمام التكيف في كثير من الدول الأفريقية، ويسعدنا لمواجهة هذا التحدي أن نعلن عن إنشاء المركز أفريقيا والذي سيكون مقره القاهرة من أجل تعزيز القدرة على الصمود ومواجهة وحل مشاكل التكيف. هذا المركز سيكون مركزا للتدريب وبناء القدرات وإجراء البحوثات الأكاديمية وتبادل القدرات والمعرفة، وذلك بالتعاون مع ممثلي الحكومات والمنظمات المختلفة المعنية بموضوع التكيف. ونحن نأمل من خلال هذا البرنامج بشأن دعم القدرات في أفريقيا نأمل أن
أن نتمكن من سد احتياجات معظم الدول النامية. نشكر حكومة الولايات المتحدة على دعمها في هذا الميدان، كما نرحب بدعم الحكومات والهيئات الأخرى. حضرات المشاركين الكرام، ستستمعون إلى كلمة من وزير الخارجية كيري بشأن عدد من التدابير لدعم جهود التكيف في أفريقيا. في الختام أود أن أشكر الولايات المتحدة على التعاون البناء الذي جرى بيننا خلال السنة الماضية لوضع هذه الحزمة من التدابير، ونحن نشكر الولايات المتحدة على دعمها لجهود التكيف في القارة الأفريقية ودعوتها إلى التطبيق واتخاذ التدابير العملية. شكرا. شكرا شكرا معالي الوزير شكري. أدعو الآن وزير الخارجية كيري ليدلي ببيانه. شكرا سعادة السفير. شكرا معالي الوزير شكري. يسعدنا ويثلج وما يثلج قلبنا هو ما فعلته مصر خلال الأيام الستة الماضية، وطبعا نحن الآن على طريق تحقيق الكثير من الأهداف. إن شرف عظيم للولايات المتحدة أن تشارك في استضافة هذه الندوة حول جهود التكيف في أفريقيا بالتعاون مع حكومة مصر. أود أن أؤكد لكم على أننا ندعم بقوة اتفاق غلاسكو، وذلك لتمويل جهود التكيف. كما قال الرئيس بايدن، فإننا سنساهم أيضا من طرفنا. طبعا هناك دعوة إلى توفير المزيد من الموارد المالية، لأن جهود التكيف تحتاج إلى هذه الموارد في مختلف أنحاء العالم. طبعا موضوع التخفيف ضروري للمساعدة في جهود التكيف، ولكن تعرفون جميعا أن هذه الموارد ضرورية لإنقاذ الحياة و إنقاذ الممتلكات أيضا. وعملية التكيف مهمة جدا، حتى لو قال البعض بأنه إن لم نتمكن من التخفيف من انبعاثات الغازية فإن لن نتمكن من التكيف مع الكوارث المناخية إذا ما وصلت درجة الحرارة إلى مستويات عالية. طبعا هناك دعوة كبيرة للتكيف والتكيف والتكيف، لكن هذا لن يتم إلا من خلال التعاون بيننا. أعلن الرئيس بايدن قبل قليل كيف ستقوم الولايات المتحدة بتعزيز تنفيذ خطة التكيف فيما يسمى بخطة الطوارئ الرئاسية للتكيف والقدرة على الصمود. الولايات المتحدة ستساهم ب 12 مليار دولار، ونحن نسعى إلى الحصول على 3 مليارات إضافية من الكونغرس. يوم الثلاثاء الماضي قدمنا طلبا كهذا ونأمل أن ننجح في ذلك. أعلن الرئيس بايدن أن هناك 150 مليار دولار ستخصص لعدد من برامج التكيف في أفريقيا. سنفصل ذلك اليوم. هذه البرامج ستسرع تنفيذ برنامج بريبير، حيث أن الولايات المتحدة ستستثمر حوالي نصف مليار دولار لهذا العام وحده. وأود أن أؤكد اليوم على 4 برامج بشكل سريع. أولا، استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة وضع برنامج الإنذار المبكر على مدى الـ5 سنوات الماضية، ونحن مستعدين أن نساهم بمبلغ يصل إلى 5 ملايين دولار لتسريع تنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى مبلغ موارد مالية أخرى لدعم تنفيذ ما تبقى من البرامج في هذا الميدان. كما أننا سنوفر مبلغ 10 ملايين دولار للبدء في إنشاء مركز
مركز مصر الجديد والمتعلق بالامتياز والتدريب على بناء التكيف وتعزيز القدرة على المقاومة. سنقدم أيضا 25 مليون للمساهمة في تنفيذ المبادرة الأفريقية للتكيف. هذا المبلغ طبعا سيكون بمثابة محفز لتنفيذ عدد من البرامج بمساعدة حكومة مصر. وأود أن أؤكد وأن الرئيس بايدن قد وضح ذلك وأود أن أكرره. نعم، نحن بحاجة إلى تريليونات الدولارات، نحن بحاجة إلى موارد إضافية، وأعلننا عن آليتين هنا في هذه الدورة، ونحن سنسعى إلى تطبيق هذه البرامج والتي يمكن أن توفر المليارات من الدولارات. ولذلك فإنه يسعدنا أن نكون جزءا من هذا الجهد متعدد الحكومات. وطبعا ستسمعون المزيد عن مركز التدريب ومحفزات تعزيز الأمن الغذائي. سنستمع أيضا إلى ممثلين على القطاع الخاص حول كيفية حشدهم لرؤوس الأموال من القطاع الخاص، وذلك من أجل تعزيز التكيف في أفريقيا. أود أن أؤكد لكم بأن أي من المقترحات التي قدمناها من القطاع الخاص سوف يستعاض بها عن أي التزامات عقدها القطاع العام على نفسه. وفي بعض الدول الأكثر تعرضا للتغير المناخي نجد أن كثير منها في هذه القارة، 17 من أصل 20 بلد هش موجودة هنا في القارة الإفريقية. لذلك حضرات الأصدقاء الأعزاء، فإننا ملتزمون تماما في العمل معا ومع شركائنا لتقديم الدعم للدول الهشة والضعيفة لمساعدتها على التكيف مع آثار التغير المناخي. إن الدول المتقدمة والدول الأقل نموا والدول النامية والاقتصادات الناشئة تأثرت بطرق تتطلب منا أن نبذل هذه الجهود. إننا تتطلع بالتعاون مع أصدقائنا في مصر وغيرهم إلى تحقيق النجاح في هذه المساعي. شكرا. Thank you very much, Secretary Kerry, Minister Shukri, for your remarks. شكرا جزيلا سعادة معالي الوزير شكري والسفير جون كاري. لقد تحدثتما عن دعم التكيف في أفريقيا وركزتما على الأولوية لشعار التنفيذ في هذا المؤتمر. شكرا جزيلا لكم. المشاركون الكرام، حان الآن لإعطاء الكلمة إلى المتحدثين الكرام ممن سيسلطون الضوء على بعض النقاط ويتشاطرون الرؤى حول قضية التكيف في أفريقيا. أولا معنا وزير البيئة دكتورة ياسمين فؤاد، الكلمة لك معالي الوزيرة. شكرا. شكرا معالي السفير السيد وائل، السيد الرئيس. بداية في مستهل حديثي أود أن أعرب عن شكري وتقديري إلى الولايات المتحدة على مساعدتها في قضية التكيف وعلى إيلاء هذا الموضوع الأهمية. الأرقام مفزعة، الكثير من الملايين من الأفارقة يعانون من الفيضانات والجفاف، ولا تتلقى القارة إلا 3%، ولك أن تشاهد ما يحدث في أفريقيا جنوب الصحراء. بعد لائحة قواعد اتفاق باريس نأتي إلى هنا وننادي بالتنفيذ. إذن التكيف لا يشكل أولوية فحسب، بل أمر حتمي وضروري، وعلى التمويل أن يخصص إلى أفريقيا في هذا المضمار. ولكن علينا أيضا أن نتحلى بالابتكار والواقعية وأن نتكيف بشكل فاعل وفعال وسريع، وأن نضع الاحتياجات البشرية في قلب وصميم العمل المناخي. 3 رسائل أساسية. أولا، هذه الدورة ورئاسة هذه الدورة كانت حريصة على أن تتحلى قضية التكيف سلم الأولويات الخاصة بالمبادرات العالمية لحل هذه التحديات. أولا سنتحدث عن
عن الزراعة غدا وسنتحدث عن التغذية وتوفير الحياة الكريمة لأفريقيا لتتحلى بالصمود. أيضا على قدر أكبر من الأهمية نولي الأهمية للمرأة الأفريقية لتتحلى بالصمود، فهي أكثر من يتضرر من قضية التغير المناخي، وسنتحدث في ذلك في يوم الجندر أو المنظور الجنساني. هناك بعض المبادرات لا يمولها البنوك، هذه قضية يجب أن نتصدى لها، نحن سنمضي في هذا المسار. ولكن فكرة بسيطة لا تتعلق بالتخفيف أو التكيف فحسب لأفريقيا، أو إما التكيف أو إما التخفيف. النموذج الذي تقدمه مصر هو مبادرات للطاقة ترتبط بشكل مباشر مع المياه والغذاء. علينا أن ننتقل من خلال هذا الرابط لتتوفر هذه الأساسيات والاحتياجات للأجيال المستقبلية في صميم هذه المناقشة. مثال مثلاً على الأراضي الزراعية والري وحماية صغار المزارعين. ولكن بعد عام 2015 لدينا المسرعة AAI، فهي مسرعة وليست مبادرة لتنفيذ مشاريع التكيف ولكن لتسريع الوصول إلى التمويل. نحن هنا في مؤتمر الأطراف 27، إن توفر لدينا التمويل ومع وجود هذه المسرعة وبوجود الأفكار سنؤطر هيكل التمويل من أجل التكيف من خلال هذا النموذج الخاص بأفريقيا معا من أجل التنفيذ. شكرا لكم. شكرا معالي الوزيرة السيدة فؤاد، وشكرا على الإشارة إلى صعوبة اكتذاب الاستثمار في هذه المعادلة. المتحدث التالي ساني نافو، وهو من المنخرطين في مبادرة أفريقية اشترك بها الرؤساء الأفارقة في عام 2015. سني أيضا هو متحدث مجموعة المفاوضين الأفارقة، وهو أيضا كان مبعوث المناخ للرئيس الراحل لمالي. أود أن أثني على قيادة مصر في عام 2015 وفي عام 2022. في عام 2015 أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه المبادرة الخاصة بالمسرعة، وقد سافرت إلى القاهرة وعملت مع وزيرة البيئة السيدة فؤاد التي كانت مساعدة الوزير حينها، ونشكرك على العمل على مبادرات الطاقة المتجددة في هذا العام. نحن هنا في أم الدنيا في مصر. في ملخص مقتضب أنت تفضلت معالي الوزيرة وتحدثت عن أن هذه المبادرة الخاصة بالمسرع هي مبادرة قارية تجمع بين الممارسة والعلوم والسياسات من أجل تنفيذ الإجراءات في قضايا المعلومات المناخية، وهي قضية مهمة وأشار إليها الرئيس بايدن، وأيضا قضية المؤسسات والعمل المناخي وال الإجراءات في مختلف المناطق الجغرافية والتمويل والمعلومات الجغرافية. وقضية التمويل قضية عامة لديها أكثر من شق. فيما يتعلق بالتنفيذ، السيد شكري لقد أشرت إلى أن هذا المؤتمر يعنى بالتنفيذ ويعنى بالإجراءات المتعلقة بالتكيف. إذن على مدار الأشهر الأخيرة قمنا بتحديد الرابط الأساسي للقضاء على الفقر وتعزيز التنمية والتصدي لتغير المناخي. الرابط الأول يعنى بمنظومة الغذاء والأمن الغذائي، ونسعد أن الولايات المتحدة تعمل معنا في هذا المضمار. وما رأيناه في العامين المنصرمين، رأينا الجائحة والآن نرى الحرب في أوكرانيا وما سببه ذلك من اضطراب في القرى. ففي القارة لدينا رواد وأبطال يستطيعون تقديم الحلول على مدار سلاسل القيمة. إذن سنعمل مع الشركات الأفريقية مع الرواد الأفارقة لتوسيع نطاق الحلول
عن طريق الضمانات والأسهم الخاصة، لأن يمكننا هنا أن نعمل من خلال نظم الري بالتنقيط أو من خلال تسخير التكنولوجيا للعمل المناخي. وسنعمل أيضا مع الأفارقة في المناطق الريفية لنضمن لهم الحياة الكريمة، ليس في مصر فحسب. نحن نبني على مبادرة حياة كريمة، المبادرة المصرية، وسنعمل على إطلاق هذه المبادرة على الصعيد القاري بعد أيام معدودة. وسنعمل أيضا على تعزيز البنية التحتية الصامدة لنضمن أن البنية التحتية التي ستبنيها أفريقيا ستكون صامدة في وجه التغير المناخي. إذن علينا أن نبني بنية تحتية تستطيع الصمود أمام التغير المناخي، وسنعمل مع القطاع الخاص لنبني المركبات التي نحتاج إليها. وهناك فجوة بين من يقدم التمويل ومن يحتاج التمويل. ففي صعيد الطلب، بعض البلدان أو الشركات ستتحدث عن وجود المشروعات، ولكن المانحون سيتحدثون إلى أن هذه المشروعات قد لا تستطيع الوصول إلى التمويل. إذن نحن بحاجة إلى منصة تسويقية ومنصة لإعداد المشروعات لنضمن أن البرامج ستصل للحصول على التمويل من المؤسسات المالية بمختلف الصكوك لتصل التريليونات. إذن السيد الرئيس، الإجراءات جارية ونحن سنتولى زمام المبادرة من هنا في القاهرة، وأعتقد أن هذا الاجتماع يعقد يوم الجمعة. بارك الله فيكم وبارك الله جمعتكم، بارك الله في أفريقيا وفي الولايات المتحدة، بارك الله فيكم جميعا وفي جميع بلدانكم. نحن مستعدون للعمل لتوسيع ذلك في المسرعة. شكرا. شكرا جزيلا السيد نافو على هذه الكلمة وعلى العمل الجاد لإنجاح هذه المبادرة. أعطي الكلمة لكريم كيغو، الرئيس التنفيذي لباكسوس، وهي شركة للأسهم الخاصة أسست في عام 1995. هذه الشركة تتعامل مع القطاعات التي تعاني من الندرة، وهو أيضا مسؤول عن الصندوق العالمي المعني بالتخفيف من آثار التغير المناخي وحماية الشعب المرجانية، أي التكيف في مجال المحيطات لزيادة صمود الشعب المرجانية والنظم البيئية في المحيطات. شكرا جزيلا لكم على منحي هذه الفرصة لأتحدث عما أؤمن بأنه إجراء تحويلي. هذه المسرعة وعبر 25 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية ستسخر الاستثمارات التي نحتاج إليها في قطاع الأمن الغذائي. نسعد بالمشاركة في هذه المبادرة، وسنقدم 100 مليون دولار لتمويل الحلول في هذه المسرعة. والنقطة الأهم هنا كما أشار السيد نافو أننا لا نتحدث عن التكنولوجيا، ولكن نتحدث عن الفرص المتوفرة من خلال رأس المال الميسر أو بناء القدرات. هناك الكثير من الفرص السانحة لتمويل مشاريع التكيف ذات الجدوى بمساعدة هذا المرفق. نحن لدينا صندوقان للتكيف والتخفيف من حدة الآثار، ونحن نعمل على سد الفجوات كما أشار السيد نافو. المجتمعات المحلية لديها حلول للتكيف بما في ذلك اللوجستيات والزراعة الذكية المناخية والصيد المستدام. لا يمكننا أن نحدث فارقا إلا إن ركزنا على الحلول المحلية، الإنتاج المحلي، التدريب المحلي، التخزين المحلي، المعالجة المحلية في أفريقيا من أجل أفريقيا. سأضرب ثلاثة أمثلة سريعة يمكن لهذه المسرعة أن تعمل عليها الآن.
أولا مشروع في غرب أفريقيا لتوسيع نطاق إنتاج بعض الحبوب. نحن لا نتحدث عن الحبوب اللذيذة أو المغذية، ولكنها أيضا مقاومة للتغير المناخي ولديها بصمة كربونية بسيطة، وسنعمل على مساعدة الآلاف من المزارعين لتوفير دخل إضافي لهم. ثانيا، لدينا شبكة أيضا في غرب أفريقيا بها أكثر من 125 ألف مزارع. سنعمل مع رواد الأعمال على توسيع نطاق مفهوم الزراعة الذكية مناخية، وسنستثمر أيضا في طريقة إنتاج المحاصيل، ونهدف إلى توسيع هذا العدد ليصل إلى 250 ألف مزارع ثم إلى مليون مزارع. نحن بحاجة إلى الصمود سواء في منظومة الغذاء أو في أيضا اللقاحات، وهنا تأتي قضية التخزين البارد سواء في أفريقيا أو في غيرها. الأمر لا يتعلق بالتكنولوجيا، ونسبة كبيرة من المحاصيل تفسد بسبب ذلك، ونحن سنعمل على توفير التخزين البارد أولا في المغرب ثم السنغال وبعد ذلك كوت ديفوار وغيرها من بلدان غرب أفريقيا. يمكن لذلك أن يحسن من دخل المزارعين وسيخفض من انبعاثات الميثان ومن الهدر والفاقد من الغذاء، وسيعزز السكان المحليين ويوفر لهم الغذاء الصحي المغذي. هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن أتطرق إليها، ولكن هذه المسرعة وبفضل السيد كيري وسعادة الوزيرة سنطلق الكثير من المليارات في الاستثمارات، ويمكن لباقي الشركات أن تحذو حذونا. شكرا جزيلا لكم. Thank you very much. شكرا جزيلا على كل هذا العمل الجاد وعلى إسهام شركتكم في هذا المضمار السيد مايك، وهو يعمل في ماستر كارد، وهو أيضا نائب الرئيس للنمو الاستراتيجي في ماستر كارد، وهو مسؤول عن الشراكات الاستراتيجية وتوفير فرص العمل والدفع جهدا بمجهودات الشركات مع الحكومات لحل القضايا الاقتصادية. شكرا على وجودك معنا. السيد كاري، سعادة الوزير شكري، شكرا على استضافتكم لنا. يصعب الحديث عن الصمود والتكيف في أفريقيا دون التركيز على المزارعين، ف60% من القوة العاملة وملايين الناس يعملون في هذا القطاع، ومعظمهم من صغار المزارعين ممن يعانون لتحقيق الأمن الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، ضف أثر التغير المناخي وارتفاع مستوى البحر وانعدام الأمن الغذائي وغيرها من التحديات التي يجب أن نتصدى لها. ولذا قمنا بإطلاق مبادرة في شكل منصة ترقمن العلاقة بين المزارعين والبائعين والمشترين والموردين والمؤسسات المالية، لتوفير سعر عادل للمزارعين ليستطيعوا الوصول إلى البذور والآلات وما إلى ذلك، وهي أمور تكتسي أهمية، فهم لا يستطيعون الوصول إلى رأس المال من المصارف أو الائتمان لتوسيع نطاق عملهم. ونعمل مع إكويتي بانك ومع البنك الأوغندي وبنوك أخرى في كينيا، ورأينا نتائج مبشرة. يحقق المزارعون 20 أو 25% نسبة زيادة للمحاصيل، والفاقد أيضا في انخفاض، وهذا يمكنهم من التعامل مع تحديات التغير المناخي وليتحلوا بالصمود المالي. وهذا جزء من مبادرة كوميونيتي باس تجمع الأسر والمزارعين في نطاق الاقتصاد الرقمي للعمل عن طريق الهوية الرقمية ولإتاحة التمويل والائتمان وإتاحة اللقاحات أيضا إلى العائلات.
في هذه المبادرة سنقوم بشمول 30 مليون شخص 3 مليون شخص في الحيز الرقمي، وسنعمل على التواصل مع الملايين من خلال هذا الحيز الرقمي، وسنعمل أيضا مع 50 شركة صغيرة ومتوسطة. تم رابط وثيق بين النمو الشامل والنمو الاقتصادي ليتسم هذا النمو بالشمول. هناك أيضا جهود مع التحالفات، هناك أكثر من 130 شريك لزرع الأشجار، لزرع 100 مليون شجرة في مختلف الأنحاء في أفريقيا، في كينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا ومالاوي. هذا أمر مهم بالنسبة لشركتنا، نحن شركات تكنولوجية ونزدهر عندما يزدهر الاقتصاد، ويزدهر الاقتصاد على الأمد الطويل إن كان مستداما وشاملا. إذا نحن نعمل على تعزيز الحوكمة الاجتماعية والبيئية في شركتنا، ونعمل أيضا مع الكثير من التجار والمصارف من أجل استخدام هذه الشبكة للتعامل مع التكيف والصمود في أفريقيا. شكرا للحكومة الأمريكية والحكومة المصرية على دعوتنا لهذه الفاعلية، وشكرا لكل من التزم بهذه الأمور. شكرا جزيلا. Thank you very much, Mr. Froman. شكرا جزيلا على تعريفنا على ما تقوم به ماستركارد من إنجازات ومساهمات. بانجيرا ماتاي الصديقة والمديرة العامة لأفريقيا في معهد الموارد العالمية، تتمتع بتجربة على مدى 20 عاما من المناصرة للتغيير المناخي والاجتماعي، وقد تم تسميتها أكثر من مرة من أكثر المئات النافذات في أفريقيا. حضرة الوزير كاري، حضرة الوزير شكري، حضرة الوزيرة فؤاد، هذا يوم باهر لأفريقيا على مدى فترة طويلة. نعرف أن أفريقيا على الأقل في مجال التكيف مع تغير المناخ، فإن الدول الأفريقية دائما تحاول أن تحقق ما يصعب عليها. نحن لسنا سريعين بما فيه الكفاية للحق التحاق بالركب، والمهم هو بناء المؤسسات وتطوير القدرات. سمعنا عن الكثير من الإعلانات، المهم هو دعم المجتمعات الأهلية بتطوير القدرات المحلية. وفي سعينا لتطوير القدرة على الصمود، المهم هو الاستثمار في بحوثنا العلمية وتجميع بياناتنا العلمية مع ما يلزم من الدقة والحساسية الثقافية. نحتاج للتجميع وتحليل هذه البيانات ثم إصدارها وإعادتها إلى المجتمعات الأهلية والمنظمات الأهلية ومؤسسات البحوث العلمية في الجامعات وغيرها، وأن نحيل هذه البيانات لحكوماتنا. هذا ما ينبغي أن يكون روتينيا، ولكن الحكومات الأفريقية في الواقع تقود الحملة من أجل التكيف. حكوماتنا تنفق 5% من الناتج المحلي الإقليمي القومي للتكيف، وتفقد 5 إلى 15% من هذا الناتج بسبب تغير المناخ. ولكن المساحة المتاحة للسياسة المالية محدودة، نحتاج إذن إلى التضامن أكثر من أي وقت مضى، خاصة في مجال التكيف. وقد مررت بأحد الجدران هنا وكان عليه مكتوب الطموح بالتضامن. نحن نحتاج للطموح على أساس التضامن، ونحتاج لاستثمارات مكرسة لبناء القدرات على المدى الطويل لصالح مؤسساتنا الحكومية وجامعاتنا وشعوبنا. إذن أنا متحمسة للغاية لبرنامج ترشيد الصمود والتخفيف رامب، وهذا يساعد على تعزيز وزارات مثل وزارة المالية، وزارة البيئة، وزارة الاقتصاد، ويحدد الأدوات والممارسات التي ستضعنا على مسار التكيف مع تغير المناخ. وهناك العديد من الجامعات الشريكة، وفي رامب نعمل على بناء القدرات في الجامعات وفي معاهد البحث العلمي الوطنية.
إن البرنامج الأفريقي لتغير المناخ يحتاج إلى أسس علمية وسياسية واقتصادية. نحتاج للأدوات والبيانات والتحاليل التي نحتاج عليها والقدرة لضمان الاستدامة اللازمة، وهذا بجمع كل هذه الاستثمارات وتكريسها في المؤسسات الوطنية. هذا هو السبيل الوحيد لاستدامتها وتحقيق فحيليتها. وضعف أفريقيا أمام تغير المناخ يتفاقم يوميا. في كينيا نحن نواجه خامس سنة من الأمطار الناقصة، وهذا أثره عميق علينا وأطفالنا. أنا أعرف أن هذا ينطبق أيضا على الغير، ولكن الواقع هو أن هذه الفترة فترة عظيمة في أفريقيا، فلو كنا صريحين مع أنفسنا لاعترفنا بأننا نواجه أزمة عميقة في التعاطف. لهذا نتقدم ببطء، نعيش في عالم لا يقوم على التعاطف. أرونابا غوش من مركز البيئة والمياه والتنمية قال إن التقدم بطيء لأن أكبر تحدي نواجهه هو قلة التعاطف وقلة التفاهم بين بني البشر ذوي اللون المختلف، الجغرافيا المختلفة. لا ينبغي أن نكون كذلك، ولهذا أشعر بالتفاؤل أيضا في لحظات من هذا القبيل التي تدعو إلى السعادة، حيث نرى مبادرات إيجابية تعطي مؤشرا قويا عن التضامن. نحتاج سوية إلى بناء البنية التحتية المادية التي نحتاج إليها. الواقع هو أن هذه الفترة فترة باهرة في أفريقيا. لا أعرف أفريقيا واحدا خاصة من الشبان ليس متحمسا لهذه الفترة. على الرغم من كل التحديات، هذه الفترة لم يسبق لها مثيل. فأفريقيا تفعم بالنشاط والفرص والإمكانيات. أن نرى الأصحاب المشاريع يتكاثرون والديمقراطية تتعمق، غابة الكونغو من أفضل البيئات صحة في العالم والمنطقة الأكثر شمسية في العالم. أفريقيا أرض الثقافة والموسيقى والفن. نعم، هذه الفترة تقتضي شراكات جذرية مع أفريقيا. نعم، شراكة. فتصوروا كم يمكن أن نحققه أبعد وأبعد لو عملنا سوية. شكرا. شكرا لك يا ونجيرا، وشكرا على هذه النبرة الإيجابية. وهذا وما نفعله اليوم، نحاول أن نبني شركات وتعاونا من أجل المضي قدما. حضرات المحاضرين، نشكركم على مساهماتكم الملهمة، وهذه الحلقة في حد ذاتها تمثل ما ندعو إليه، أي كل أصحاب المصلحة ممثلون من الحكومات والمبادرات الشعبية وبيجاسوس من وماستر كارد من القطاع الخاص و WRI من الأوساط الأكاديمية. هذا ما نحتاج إليه. الحكومات لا تستطيع أن تفعل كل شيء وحدها، بل لابد من إشراك كل القطاعات، إذ نرتب الطريق إلى الأمام ونصمم السياسات العامة وننفذها في نهاية المطاف. إذن شكرا لكل المحاضرين، التصفيق من فضلكم فهم يستحقونه. والآن نستطيع أن نمضي إلى جزء بالغ الأهمية من أعمالنا اليوم. سنستمع إلى بعض الملاحظات الهامة من الحضور. وأولاً أعطي الكلمة للسيد وزير الدولة الألماني الذي يتعاون منذ فترة طويلة مع مصر، ثم جوناثان بيرشينغ، وهو معروف في مجال تغير المناخ من هيوليت، مؤسسة هيوليت، والسيدة ياميت باجنت من مؤسسات أوبن فاونديشن، والسيد تشيكافا من مؤسسة بيل وميليندا غيتس. السيد فلاشبات من ألمانيا، تفضل. شكرا
شكرا على هذه المقدمة اللطيفة. في العام الماضي في غلاسكو كنا قد اتفقنا على أهداف بشأن تمويل التكيف، اليوم ننفذ، هذا هو المطلوب، أن ننفذ ما قلناه. في أفريقيا وفي مناطق نامية أخرى نحتاج إلى التوازن بين تمويل التكيف والتخفيف، وألمانيا حققت هدفها في العام الماضي في 2021، تمكنا من استثمار 2.6 مليار أي 49% من إنفاقنا على التمويل المناخي الإجمالي. بالنسبة لـ AI، نحن ندعم AI منذ البداية، منذ إطلاق هذه المبادرة من قبل الرئيس السيسي. الميكروفون ينقطع. يسعدني أن أقول إننا سنخصص 5 ملايين إضافية لأعمالكم. Thank you. That will be not. الميكروفون ينقطع. AI will be a very important facilitator. That's real mutual work. AI سيكون ميسر هام للعمل. AI will be a very important facilitator. هذا ميسر هام في أوروبا من أجل تعزيز التكيف والقدرة على الصمود في أفريقيا. هذا سيتم إطلاقه يوم الأربعاء مع هولندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا والمفوضية الأوروبية، وهذا بمعرفة السيد زيمرمان والمستشار شولتز. وغدا سيكون لنا لقاء لأبطال التكيف في أفريقيا، وهناك سأتقدم بإعلان هام لا يسمح لي بأن أتقدم به اليوم، لأن القائمين على تنظيم هذا الحدث طلبوا مني أن أنتظر حتى الغد. Thank you very much. It's a great pleasure to be here. شكرا، يسعدني أن أكون معكم. الميكروفون ينقطع. Ambassador, thank you so much for having us here. I wanted to talk about pieces of the puzzle, which is the piece on training. One of the things that I've observed in my career. أردت أن أتحدث عن التدريب. أعتقد أن هذا هو ما ناقص في نقاشنا، ولكن المهم أن تكون هناك كفاءات موجودة قادرة على تصميم البرامج وتنفيذها، والتكيف أيضا هذا ينطبق عليه. نحتاج اليوم إلى هذه الكوادر في المؤسسات الأكاديمية وعلى المستوى القطري. كما قاله عدد من الضيوف اليوم، هذه الكفاءات غير موجودة، ولو نظرنا في تاريخ المساهمات المحددة وطنيا فأغلبية البلدان النامية في هذه المساهمات ذكرت قلة القدرات والكفاءات. وبالتالي يسعدني كل السعادة باسم مؤسسة هيوليت أن أقدم مساهمة في هذا المركز الجديد في القاهرة بشأن التعلم والامتياز في التكيف والقدرة على الصمود. وبهذا أحيل الكلمة إليكم وأتطلع إلى العمل معكم جميعا في هذا المركز. Thank you very much. شكرا جزيلا. مؤسسة Open Society يسعدها أن تدعم اليوم مبادرة التكيف الأفريقية، وخاصة على مستواها المؤسسي في المشاريع الريادية في المجتمعات الريفية أي إيكوفيرس. واليوم نتعهد بتقديم 4.5 مليون دولار على الأقل بحلول 2025، وهذا من أجل تفادي الأثار الكارثية المترتبة على تغير المناخ، وكذلك بالنسبة للمجتمعات والمناطق المهمشة والمزارعين والشباب والسيدات من أصحاب المشاريع للإزدهار. وهذا مهم لمؤسساتنا للعمل على المستوى الشعبي لأغراض العدالة البيئية والاجتماعية، فلنكون متواضعين وعمليين. مساهمتنا قطرة في محيط مطلوب من أجل التمكين المناخي، يمكن أن تسمو ذلك بذرة أولى أو رهانا. والسؤال الفعلي هو من التالي؟ هذه الرحلة لا تنتهي هنا، نحن نعمل على تقصي سبل
كفيلة بتعزيز فرص التمويل من أجل كوكبنا الأرضي، ونطالب المانحين بالمزيد والانضمام إلينا لاحتضان هذه الأفكار على أساس من التضامن، وكذلك بروح ريادية في التنفيذ، لأننا هنا في مؤتمر الأطراف المكرس للتنفيذ. شكراً. And unfortunately, our last speaker had to. للأسف المتحدث الأخير اضطر للمغادرة في وقت مبكر، وستنتظرون إلى وقت لاحق للمزيد من الإعلانات. شكراً لكم جميعاً على هذه المساهمات الخسية لدعم قضية التكيف في أفريقيا ودعمها بطرق مختلفة. نتطلع إلى مواصلة الدعم من شركائنا في مختلف أنحاء العالم، أصحاب السعادة، أصحاب المعالي، حضرات الضيوف الكرام، حضرات المشاركين الكرام. بهذا نصل إلى نهاية هذا الحدث الخاص بالتكيف في أفريقيا، وما يسعني في الختام إلا أن أعرب عن عميق التقدير للوزير شكري والوزير كاري على التزامهما ودعمهما لكل هذه الأعمال التي تحدثنا عنها اليوم، وبدون التزامهما السياسي وتفانيمهما لما تحقق كل ذلك. شكرا لكما. I'd just like to we will gather now for a small group photo here. والآن سوف تلقت لنا صورة. ابقوا معنا بعد إذن لبرنامج نوافي في حدث آخر برئاسة ألمانيا والولايات المتحدة، وهذا أيضا برئاسة الوزير شكري والوزير كاري. نشكرهما على تفرغهما لنا. شكرا وأمسيتم وأسعدتم مساء. Light up.